الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح جوازه، وأنه لا بأس به إذا كان في مكان ليس ثمة من ينظره ممن لا يحل له النظر إلى عورته، ولكن لا أعلم دليلا على هذا التجرد مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دليله عن نبيين كريمين. النبي الأول أيوب عليه الصلاة والسلام، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر، يعني بعد أن شفاه الله، إذ خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثو في ثوبه، فناداه ربه: أولم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. والنبي الكريم الثاني موسى عليه الصلاة والسلام، وحديثه في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فتبعه موسى يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى أخذ ثيابه وطفق ضربا بالحجر، يعني صار يضرب الحجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى وقالوا: والله ما بموسى من بأس. وذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وكانت بنو إسرائيل تتهم موسى بأنه آدر، والآدر أي كبير الخصيتين بسبب مرض ألم به، فأراد الله عز وجل أن يبين لهم أنهم إنما آذوه بهذا الاتهام وأنه بريء من هذا الاتهام. فإن قلت: هذان نبيان لهما شريعتان مستقل خاصتان، ونحن نتكلم عن حكم التعري في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فنقول لا بأس بذلك، لأن المتقرر عند العلماء أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه في شرعنا، فلا بأس عليك أن تتجرد حال دخولك في الماء إذا كان ليس ثم من ينظرك ممن لا يحل له النظر إليك.